صباح الخير. نبات مظلة الشرطي واحد من أجمل النباتات اللي أنت ممكن تقتنيها. هذا النبات شبه ظلي، يعني تخليه بالحديقة الخارجية بس بمكان ظل أو شبه ظل. يعني شنو ظل؟ يعني مثلا أنا هسا عندي هذا المكان اللي موجود هنا، توصل له شمس فقط ساعتين، تمام؟ هذا المكان راح يكون بالنسبة إلي مثالي، بيرفكت، تمام؟ أو تخليه بين الأشجار الكبيرة تعبر له أشعة شمس مرشحة، الموضوع هم راح يكون جدا مثالي بالنسبة لهذا النبات، ما يتحمل أشعة شمس مباشرة. أنا كنت مخليه بمكان توصل له شمس العصر، لكن قد 4 ساعات 5 ساعات شمس ما بعد الظهر، وبالصيف فأكيد تعب عندي، كلش تعب، وهاي الأوراق مالته أصفرت، بعدين غيرت المكان مالته. طبعا يحب السقي، نبات ناجح جدا بالسندانة ويحب السقي، لكن محب للسقي باعتدال. من نقول محب للسقي مو تغرقه يوميا بالشتاء، بالشتاء ما تسقي، او تسقي على فترات متباعده، كل 10 ايام اكثر تسقي، بالصيف كل يوم، لان الصيف مالتنا لاهب، فاكيد انه انت لازم تسقي كل يوم. الاسمده انت مخير، هو مو محب هالقد للسماد، تقدر تخليه داب، تقدر تخليه ام بي كي، تقدر تخليه سماد عضو حيواني. علمناكم الطريقه مال التسميد، انا طبعا كنت ازرع فايدي متلفه، يعني تحفر هيجي وتخلي سماد وبعدين ترجع هاي التربه عليه. نبات كلش جميل، واذا ينزرع بالارض راح يكون بعد افضل، لان النباتات بالارض تنمو اكثر مما بالسندانه، تمام؟ التكاثر مالته هو الفيديو مالت اليوم، شلون نكاثر هذا النبات الجميل. طبعا التكاثر مالته جدا بسيط، كل ما علينا نجيب المقص، مثلا شوف هذا الغصن هذا الطويل، نجي نقصه، تمام؟ من قصيناه بهاي الطريقة، طبعا ناخذ أكثر من عقلة، هاي هي العقلة، تكاثر بالعقل أو التفصيص، طبعا نقدر نفصصه، نطلعه من السندانة ونفصصه، ناخذ فصوص من عندها، أغصان هي وجذورها ونزرعها، لكن هاي الطريقة أنا أشوفها أكثر متعة. هاي العقلة اللي أخذناها، هاي بهاي الطريقة نجمع هاي الأوراق اللي صاعدة اللي فوق وبالمقص نقصها لحد ما نحصل على هذا الشكل. شلون راح تتم عملية التجذير؟ عملية التجذير كلش بسيطة، انه هذا غلاس بماي ونخليه بالمقلوب. انتبه لي، من هنا راح تطلع الجذور مالته، راح نخليه بهاي الطريقة. طبعا هذا الماي بالشتاء كل 4 ايام كل 5 ايام لازم يتبدل، وضروري تخلي ماي مفلتر، يعني ماي نظيف مو ماي اساله، ماي الاساله راح يسبب تعفنات، بالتالي ما راح تلاقي نجاح للعقله. طبعا هو فتره 15 يوم الى 20 يوم راح يطلع جذور، بس انت استمر بدل الماي مالته، لا تخلي الماي يبقى راكد ويسبب تعفنات، بالتالي تخسر او تفشل عمليه التكاثر. طبعا انت راح تخلي اكثر من عقله اكيد حتى تضمن نجاح عملية تجذيرهم بالكامل، وتخليه بمكان أكيد يعني شبه ظلي، يعني أنا أفضل على شباك المطبخ باعتبار شباك المطبخ مطل على الحديقة وتوصل لأشعة شمس جزئية، فالموضوع راح يكون بيرفكت. بعد مرور 20 إلى 15 يوم راح تطلع عندي الجذور بهاي الصورة، هسه هي واضحة من خلال هذا الكوب أو الجلاس. شوف طلعهم، انا مكاثرهم ذولي، خلي هيك نسوي، جاي يشوفون الجذور مالته، جذور لونها ابيض تدل على انه النبات بصحة جيدة او الجذور بصحة جيدة، وحتى خلفات بادي يطلع من هذا المكان اغصان جديدة. هذا نفس الشيء، باعوا جذور، كمية الجذور، وهذا نفس الشيء. الخطوة اللي بعدها نجيب سندانة بحجم مناسب، هاي مثلا، لان انا ما احتاجه، فاكيد راح انطي لواحد من الاصدقاء يزرع يستفاد من عنده، ما موجود عنده هذا النبات. التربه المستخدمه هي تربه تزميج نهر، ومن نقول تربه تزميج نهر يعني نقصد بها تربه رمليه، هاي ماخوذه من قاع النهر، تكون تربه رمليه خفيفه، تمام؟ تربه رمليه خفيفه، هاي تفيد بزراعه النباتات الحديثه، لان تربه خفيفه والنبات بسرعه يمد الجذور مالته وتصرف الماي. وراح اخلط وياها سماد عضوي حيواني. نقول سماد عضوي حيواني، انا جاي احكي بتفاصيل لان هواي اشخاص ما عندهم المام بهذا الموضوع.
اللي هي مخلفات المواشي الأبقار أو الأغنام اللي تكون متحللة تقريبا، هذا يسمونه حايل، يعني حايل دائرة عليها سنة كاملة، فأخلطوا إياه بنسب يعني نقول مثلا 5:1 أو 4:1، إذا 5 صنادين تراب زميج سندانة واحدة مال سماد عضوي حيواني مو متحلل، نقول نصف متحلل أو ربع متحلل، تمام؟ هذا بس حتى يزيد لي من خصوبة التربة ويكون مغذي لهذا النبات اللي راح انزرع. أنا بدي لابس التربة هيك بهاي الطريقة البسيطة. وصلنا لهاي الخطوة مليانة السندانة، راح نجيب النباتات مالتنا هاي اللي مجذرة ونخليها بهذا الشكل. جاي تشوفون النبات شلون بدأ، هذا الغصن يطلع اللي فوق، نحاول شوي نرفع بعد حتى تكون عملية خروج النبات بسرعة بهذا الشكل. طبعا هذا راح يصير كلش كثيف، بس هذا الشخص اللي اريد انطيها اليه يستاهل. هاي الصورة، ناخذ تربة ونخليه على هاي السيقان، نحاول شوي نقرب بيناتهم هاي الصورة. ناخذ تربة بهاي الصورة. الخطوة الأخيرة السقي، وأول سقية ضروري تكون مشبعة لحد ما يخرج الماي من فتحات التصريف اللي موجودة أسفل السندانة. خليناها بهذا المكان اللي هو يكون ظلي بنسبة كلش عالية، لأن بعد النبات جديد وما يتحمل أشعة شمس وإن كانت خفيفة. وراها تقريبا حدود 10 أيام نقله للمكان اللي يريده، وأنا أفضل بالنسبة لهذا النبات مكان شبه ظلي، راح ينمو بصورة أفضل، وإذا بالأرض يكون الموضوع كلش ممتاز بالنسبة لهذا النبات.